كابتن محمد بدايته كانت هنا في مركز شباب سنورس، وهو طفل كده محب للكورة جامد يعني. بعد وصلنا للنقطة دي كان وصل لإعدادي. من الألمونيوم كانت انطلاقته بقى، كابتن حسن شحاتة مختاره في المنتخب بتاع الشباب. عبل مراحل النادي الأهلي دي هو كانت قمة بقى سعادته هو، وإحنا بقى كلنا ساعات بيحب ربنا حد بينزل في الأرض حبه في قلوب الناس. كابتن سيد عبد الحفيظ أيوة كان فيه علاقة، وكان نهر الغنوة دي، فبقت مكسوف هو يغنيها. شجحت أنا نهريها وقلت له لا، ده مجاملة لكابتن كبير وكده، ده انت ده اللي اختارك، ما تتأخرش عنه خالص لو حتى ربنا بقى أراد كده عشان دي تفضل ذكرى. وبعد وفاة محمد ما بيسألش علينا ويجينا ويعزنا إلا كابتن سيد عبد الحفيظ لحد دلوقتي. كابتن ملون جوزيه كان من كتر حبه لمحمد يعني بعد وفاة محمد اكتشفنا كمان ان الراجل ده كان بيحب محمد حب كبير. وفي الاحاديث بتاعته كان بيقول ده انا معلق صورته في البرتغال في بيته، عزائي الوحيد واللي بحس به لما امشي في اي مكان، واللي بحس به في قلوب الناس بتتكلم عليه في كل مكان، هو ده عزائي الوحيد، وهو ده اللي بيصبرني وبيخليني امشي تاني واقف على رجلي.